وكأن موت السوريين اليومي محتوم. فالحريق الذي نشب صباح اليوم في مستوصف ميسلون شمال مدينة القامشلي قضى فيه العشرات حرقا بالنار أو اختناقا بدخانها. النيران التي أضرمها أحدهم دون أن يقدر أنها ستحصد أرواحا قصدت المكان لتحيا، فكان مصيرها الموت دون ما مرض. أضرمت النيران على الأرجح بفعل سيجارة رماها أحد المدخنين على قش حديقة مستوصف، فزحفت ألسنة لهيبها إلى خزان الوقود، وهو ما تسبب باندلاع حريق كبير في المستوصف الذي كان يعج بالأمهات اللواتي اصطحبن أولادهن في هذا اليوم المخصص لتنفيذ حملة لقاحات الأطفال، لذلك كانت الفاجعة أكبر. النار انتقلت من باحة المستوصف إلى خزان الوقود بسبب اشتعال النيران، مات من في الداخل حرقا واختناقا. ونحن كهلال أحمر كردي قمنا بما نستطيع أن نفعله، وإلى الآن وجدنا 20 جثة في المشافي وتم التعرف عليها.